هلا خلينا ننشئ مجموعة من الصفحات الخاصة بالموقع، لأنه نحن لهلا ما عندنا ولا صفحة. راح نتوجه على الأونلاين ستور، راح ننزل على بيجز، آد بيج. تمام، إذا رجعنا على السيتنجز، راح نتوجه على الشيك أوت. خلينا ننزل لتحت شوي. تمام، هاي الصفحات الثلاثة اللي حكينا عنها فيما سبق. راح ننشئ هلأ ثلاث صفحات بنفس التسمية، راح ننسخ ونلزق. تمام، سيف. راح نضغط هون على create another page. ايضا راح نروح على privacy policy. طبعا هاي الصفحات مهم جدا تكون بقلب الموقع. سيف كرييت انذر بيج. طبعا بهيك نكون هلا انشأنا الثلاث صفحات الأساسية الخاصة بالموقع. تمام، بعد ما انتهينا من هذا الأمر راح نتوجه ل ايضا لنشتغل على الناف بار. راح نتوجه على النافيجيشن. مثل ما انكم شايفين في عنا الفوتر منيو والمين منيو. اذا دخلنا على المين منيو راح نلاقي الهوم والكتالوج. في حال بدنا نضيف شيء ثاني بامكاننا نضيفه من هاي الناحيه. راح نرجع شوي لورا، راح ندخل على الفوتر منيو. طبعا في عندنا فقط السيرش، ولكن نحن خلينا نضيف على سبيل المثال. راح ندخل هلا على الفوتر منيو، راح نضيف. طبعا في عندنا فقط السيرش. اذا بندخل هلا على الموقع بشكل عام راح تلاقي هاي هي المين منيو الرئيسيه، واذا بننزل لتحت على الفوتر راح تلاقي فقط السيرش. تماما، راح نضيف احد القوائم التالية. خلينا نقول هلا اذا بنقول التريم اوف سيرفيس راح نسميه على الشكل التالي. راح نحط اللينك الخاص فيها واللي هي البيج. راح نشوف التريمز اوف سيرفيس، راح نضغط على اد، وبالتالي هلا هاي الصفحة انضمت الى الفوتر منيو. راح نضيف ايضا خلينا نقول برايفسي بوليسي. راح نروح على البيجز، ندور على البرايفسي بوليسي، راح نضغط على اد ايضا، والريفوند بوليسي راح نضغط على اد وندور عليها ونضيفها ايضا بالفوتر منيو. بامكاننا نرتبهم على الشكل التالي. تمام، راح نضغط على سيف ونرجع مره ثانيه على المين منيو. راح ندخل على المين منيو. طبعا بالمين منيو في عندنا الهوم بيج والكتالوج. في حال بدنا نضيف على سبيل المثال خلينا نقول سبورت. عفوا، سبورت. طبعا راح نروح ندور على الكوليكشن، ما راح نلاقي شيء لسه. خلينا نكنسل الموضوع. راح نتوجه هلا حاليا الى البرودكتس. بعد ما انتهينا من هون هلا راح ننشئ مجموعه او كوليكشن. اذا ضغطنا على البرودكت، طبعا لسه ما عندنا ولا منتج. عفوا، اذا ضغطنا على البرودكت ما راح نشوف غير عندنا منتج واحد. راح ننزل على قسم الكوليكشن. على سبيل المثال انا بدي انشئ كوليكشن جديد راح سميه سبورت. تمام، طبعا بعد ما انشانا السبورت تمام خلينا على سبورت فقط. راح نضيف السبورت هلا حاليا.
بإمكاننا نضيف صورة هون في حال مثلا عندنا صورة من الصور خاصة بالسبورت، خاصة بمثلا بدك تعمل منتجات خاصة بالأطفال كذا، أي صورة بدك إياها بتحب تحطها على الكوليكشن مشان أنت تشوفها وتنتبه يعني عليها بشكل سريع. سبورت تمام. طيب هلا اذا رجعنا مرة تانية على النافيجيشن المين منيو، راح نضيف هون هلا سبورت تماما، راح نضغط على اللينك راح نتوجه على الكوليكشن، راح نلاقي انه عندنا الكوليكشن الخاصة بالسبورت صارت موجودة، مثل لو في عندنا هلا أربعة او خمسة من الكوليكشنز، مثلا سبورت، خلينا نقول ايضا او فينا نقول سبورت، شيء له علاقة بالفوتبول، شيء له علاقة بالباسكتبول، شيء له علاقة بالجولف، يعني بدك تعمل مثلا امور رياضية مختلفة بامكاننا نختارها من هون فيما بعد. هلا راح نضغط حاليا على سبورت بحيث انه بس تاخذ الفكرة. طبعا راح نضغط على اد، او فينا نستهدف حتى الكوليكشن بالتاج الخاص بالكوليكشن، على كل راح نضغط على اد. هلا بالمين منيو راح تبين او تظهر لنا السبورت والكوليكشن التابعة إلى، فإذا ضغطنا على تحديث الصفحة راح تلاحظوا انه هلا صار بالفوتر منيو سيرش ريفوند بوليسي تريمز اوف سيرفيس والبرايفسي بوليسي. اذا توجهنا على المين منيو راح نلاقي ايضا كاتالوج سبورت، هوم بيج سبورت، عفوا هون ما ضغطنا سيف تمام. اذا عملنا تحديث هلا راح نلاقي انه السبورت ظهرت في المين منيو بشكل بسيط، هذا هو الامر. اذا رجعنا مرة ثانية ل الهوم، طبعا كولكشن منيو بيجز جينا على شرحهم، اذا نزلنا على نقطة جيدة هلا راح نتوجه على الديسكاونت. الديسكاونت للي ما بيعرف الديسكاونت، هذا الامر راح يفيدنا جدا هلا بالمرحله التاليه واللي هي الاعلان عن المنتج الخاص فينا. فاذا انا كرييت ديسكاونت، خلينا مثلا نحط على سبيل المثال 15 او خلينا نقول 20%، 20% اوف تمام، 20% اوف. خلينا نعين الديسكاونت اللي هو فيكسد اماونت ولا فري شيبينج، خلينا نقول برسنتج تمام. ديسكاونت فال خلينا نقول 20% تمام، بحيث انه اللي معه هذا البروموشن كود خلينا نسميه 20% اوف، خلاص تمام التسمية نفسها برسنتج او 20% ابلايز تو تاير اوردر سبيسيفيك كولكشن. طبعا هذا ال 20% فينك تطبقه اما على الاوردر بشكل كامل بالنسبة للزبون في حال اخذ مثلا ثلاث او اربع قطع من الستور الخاص فيك، بامكانك هاي ال 20% تكون على كامل هاي القطع، او بامكانك تحطها بالنسبة لكوليكشن معين او بالنسبة لبرودكت واحد انت معلن عنه. خلي على الانتاير اوردر حاليا، في حال كان بدك مثلا حد معين من الدفع، في حال مثلا انت حاطط اذا بيدفع الزبون 50 دولار وفوق فهو بيحصل على 20% كود. اذا كان هذا الامر بدك اياه بدك تضغط على المينيموم، على المينيموم بريشس اماونت، طبعا انت بتقيم السعر اللي بدك اياه يدفعه. على سبيل المثال بدي يدفع انا 50 دولار، وبالتالي هذا الكود بيتفعل فقط في حال الزبون دفع ال 50 دولار. طب نحن راح نكتب هلا نان، ما في مشكله، شو ما اجى طلب راح نعطيه ال 20% لكل الاشخاص everyone. طيب اليوسج ليمت هاي مهمه، هل بدك هذا الديسكاونت يستمر بشكل دائم ولا هو فقط يستخدم لمره واحده؟ طبعا هذا الشيء انت بتقرره، ليمت وان يوز بير كاستمر، طبعا انا بدي اياه يستخدم مره واحده بالنسبه للزبون، بالنسبه للزبون تمام. طبعا هون بتحط التاريخ مثلا ابتداء من بكره، او ابتداء من الساعه كذا للاسبوع القادم للشهر القادم، هذا الشيء انت ايضا بتقيمه.
هذا الشيء نحن بنقيمه او بنسقه تباع لمده الاعلان اللي بدنا نطرحه على الفيسبوك. هذا الديسكاونت نحن انشاناه هلا في حال بدنا ننتقل للمرحله التاليه، وهي الاعلان عن المنتج تبعك عن طريق الفيسبوك، بحيث نعمل اعلان مستهدف، يعني نستهدف الشخص حسب الاهتمام. على سبيل المثال حسب الاشخاص المهتمين هلا بالرياضه، متابعه مثلا نوع معين من النشاطات، مثلا متابعين كأس العالم على سبيل المثال، بنستهدف هدول الأشخاص. فبيكون مدة الإعلان مثلا 5 أيام، فهذا الكود على سبيل المثال بيستمر لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع أو 4 أسابيع، أو بشكل دائم يستخدم مرة واحدة للزبون. هذا الشيء أنت بتقيمه في النهاية. طبعا راح نضغط على سيف، طبعا 20% كود هذا بدنا نعمل له سيف، لأنه بعد شوي بدنا نستخدمه بالإعلان في الفيسبوك. بشكل عام هلا نحن حاليا خلصنا الأمور الأساسية والمهمة بالموقع. إذا طلعنا على الموقع طبعا راح تشوف إنه الموقع هلا حاليا شبه أسسناه. طبعا هون بنحط صور معينة، ممكن نركب صور، نزيل عدد المنتجات مثل ما حكينا، 5 قطع، 6 قطع، 50، 100 قطعة، هذا الشيء أيضا بيرجع لك. وطبعا بنضيف نحن وسيلة الدفع مثل ما حكينا، تربط حسابك بالسترايب او بالباي بال. انا ما ربطتهم لانه مثل ما قلت هذا الويب سايت اللي عامله انا هلا مجرد ويب سايت لشرح الدورة التدريبية وليس اكثر. تماما، بس من الداخل هذا كل الامور اللي نحن هلا اشتغلنا عليها او سويناها. راح ننتقل على اعلانات الفيسبوك مشان ارجيكم كيف ممكن تستهدف الاشخاص عن طريق إعلانات الفيسبوك. تمام، هلا قبل ما ندخل على إعلانات الفيسبوك في شوية رتوش بدنا نعملها. هلا أنا طبعا ضفت عدد من المنتجات بحيث إنه يبين على الستور، راح نتوجه على البرودكت. طبعا مثل ما كنتم شايفين عملت مجموعة من المنتجات. خلينا نفوت على اول تيشيرت، طبعا بس راح اعطيه تاج سبورت، اضغط عليه سيف. طبعا من البرودكتس بامكاني انا اعدل على المنتج، على صورة المنتج، على الديسكريبشن والتايتل الخاصة فيه مثل ما نكون شايفين، وعلى الاسعار وكل شيء بقدر اتحكم فيه. اضافة الى اني فيني اعمل، في حال كان عندك معلومات جيدة عن السيو بامكاني ايضا اكتب سيو جيد بالنسبة له. طبعا راح نطلع هلا من اول منتج، راح ندخل على الثاني، ايضا راح اعطيه تاج السبورت بحيث انه يحفظ هذا الامر. راح ادخل عليهم كلهم وبرجع مشان ما اطول الفيديو. بعد ما انتهيت من اضافة التاجز الخاصة فيها، اذا توجهنا على الستور راح نعمل تحديث. مثل ما انكم شايفين هلا صار عندي 3 منتجات، بثلاث منتجات في الصفحة الأساسية. إذا دخلت على سبورت أو إذا دخلت على سبورت راح أيضا يطلع لي الكولكشن الخاصة بالسبورت. راح نرجع على الهوم هلا بشكل عام، راح نشوف الترتيب التالي. طبعا في عنا هاي النقطة، هلا راح نضغط، هلا راح أيضا نضع منتج هون خاص، راح نضغط على كوستمايز ثيم. كولكشن، تمام، راح نضيف احد الصور. تمام، لازم، المهم لازم ناخذ صورة من الصور. طيب تمام، انا كنت بدي بصراحة احط صورة المج الموجود حاليا هون مثل ما نكون شايفين. خلينا نحط الصورة هاي هون، هذا المج بشكل عام. راح نعمل بريفيو مثل ما نكون شايفين، راح نضغط على سيف ديسكتوب سبايشن. طيب راح نرجع نضغط على ابلود. تمام،
راح تطلع الصورة على الشكل التالي. طبعا راح أعمل ديسكريبشن حلو بالنسبة لناها والاسم الخاص فيها، هذا كله على سبيل المثال. راح نضغط على سيلكت وننتهي من هذا الأمر حاليا. راح نرجع على الايمج اللي فوق. طبعا انت بتنقي ايمج، في حال كان عندك ايمج تمام كتير، في حال ما عندك ايمج طبعا في فري ايمج من هاي الناحية. خلينا ندخل على الفتنس. بالنسبة لأمور الرياضة مثل ما حكينا، راح نحط صورة بشكل عام. خلينا نقول نختار صورة بحيث انه تكون مناسبة نوعا ما. طيب كتير تمام. تماما راح ننزل على السلايد اللي تحت، ايضا راح نختار صورة. طبعا الصورة اللي راح نختارها من هون من اختيارنا نحن، راح نضغط على فري ثيم، على فري ايمج عفوا. خلينا نقول فتنس سلكت. طبعا راح نعم طبعا راح نختار على الميديوم بحيث انه تظهر الصورة كتير تمام. راح ايضا نختار صورة ثانية. كمان ايضا تدل على الرياضة وما الى ذلك. طبعا في حال في عندك منتجات ايضا تخص النساء بامكانك تختار احد الصور التالية. خلينا نحط مثلا تمام، ايضا راح نحط ميديوم بحيث انه تظهر الصورة بشكل جيد. خلينا تمام راح نكتفي بهذا القدر. تمام في ايضا نقطة نسيناها نحن هون، واللي هي الكونتاكت اس. من المهم جدا يكون عندك كونتاكت اس بالموقع بحيث انه الزبون في حال ولو فقط على سبيل المثال انه بده يعرف اذا صار في مشكلة بالطلبية، في حال بده يلغي الطلبية، في حال بده تعديل على مسار الشوبينج انه يقدر يتواصل معك. لذلك راح نتجه مرة ثانية على البيج، راح نعمل بيج جديد واللي هي كونتاكت اس. راح نضغط على سيف كونتاكت اس. انتبهوا هون ما راح نخليها بيج، راح نعمل على بيج دوت كونتاكت، وبالتالي راح يصير مباشرة بيقدر يكتب إلك اي رسالة ويبعتها على الايميل اللي نحن سجلنا فيه اوريدي. فاذا رحنا على فيو بيج راح تشوف هلا صار عندنا صفحة جميلة للكونتاكت اس بحيث انه بيكتب اسمه ايميله تماما. هلا نحن بدنا ننتقل على النافيجيشن بحيث انه نضيف الكونتاكت اس الى الفوتر منيو. contact us beige تمام add. هضغط على سيف. طبعا مثل ما انكم شايفين صار عندنا صفحة contact us جميلة كاملة مو ناقصة اي شيء. وبالتالي اذا رجعنا على الموقع راح نعمل ريفرش للموقع كله. عفوا راح نضغط على سيف. طبعا راح نضغط سيف على الموقع وهلا راح نعمل ريفرش نشوف كيف صار الموقع بشكل عام. تمام طبعا راح نحط التكست هيرو من اختيارنا وديسكريبشن خفيف. راح نشوف الكوليكشن الخاصه فينا بالاضافه الى السلايد شو مثل ما شفنا هون. عندنا الصفحات الاساسيه المتواجده بالموقع، الكونتاكت اس في حال ضغطنا عليها راح تطلع لنا القائمة الجميلة التالية. إذا رحنا على السبورت على سبيل المثال مثل ما قلنا فينا نختار عدة كوليكشن موضوعة هون بإمكان الشخص فورا يتوجه عليها. إذا ضغطنا هلأ على الساعة على الطاقية مثل ما كنا شايفين فينا نشوفها description
add to cart، وبالتالي وصلنا الى صفحة الشيك اوت. بعد هاي النقطة هلا حاليا نحن بقى فقط نقوم بالتسويق لهذا المنتج عن طريق اعلانات الفيسبوك اللي راح نساوي تباعا.